طبعا زي ما يعني انتم متابعين معانا على مدار الايام الماضيه، مفاوضات سد النهضه، ويعني وطبعا يعني متابعين مع حضراتنا المستجدات فيما يتعلق بهذا الموضوع. وكالعاده مصر دايما بتؤكد على حرصها التنميه في الدول الإفريقية، ولما كانت رئيسة للاتحاد الإفريقي كانت بتدعم التنمية في كافة الدول الإفريقية بجدارة، ودائما بتدافع عن حقوقها وبتدافع عن التنمية وأهمية الاستثمار في الدول الإفريقية. ولكن في ذات الوقت زي ما مصر بتدعم التنمية في الدول الإفريقية وفي إثيوبيا، هي أيضا بتؤكد دايما أنه لا مساس بحصتها التاريخية في مياه النيل. ودي مسألة يعني مش رفاهية بالنسبة لنا، مسألة المية هي مسألة حياة، مسألة وجود بالنسبة لمصر. وزي ما تابعنا طبعا لقاء وزير الخارجية اليومين اللي فاتوا اللي بيأكد فيه أن مصر لن تسمح أبدا المساس بمياه نهر النيل. الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الاتصال شهد التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه الرئيس الأمريكي ترامب أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق اللي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره وصفه بأنه اتفاق شامل وعادل ومتوازن. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال أنه ترامب ذكر في اتصاله الهاتفي بالرئيس السيسي أنه توقيع مصر على الاتفاق يدل على حسن النية وتوفير كمان أو توفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر. كما أكد ترامب استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولا إلى انتهاء الدول الثلاثة من التوقيع على اتفاق سد النهضة. من جانبه أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ التقدير للدور اللي بتقوم به الإدارة الأمريكية في رعاية المفاوضات الثلاثة الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، والاهتمام كمان الكبير اللي بيوليه الرئيس ترامب في هذا الصدد، مؤكدا استمرار مصر في إلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار طبعا الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله. واحنا بنتكلم عن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في الحقيقة لازم نشير إلى نقطة مهمة جدا، هو المفاوض المصري، الدولة التي تفاوض أو المفاوض المصري عليه إن هو يلتزم أو بيكون في عدد من العوامل اللي يجب أن تتوافر فيه: حسن النية، الصبر، والرغبة والإرادة أنه يحافظ على مصلحة هذا الوطن. وفي الحقيقة في كل الجولات الماضية، مش بتكلم بس عن مفاوضات سد النهضة، ولكن على مدار السنين اللي فاتت، المفاوض المصري هو أيضا زي ما احنا كده عندنا جنود يقاتلون في أرض المعركة، المفاوض المصري هو أيضا يقاتل ولكن يعني دبلوماسيا للحفاظ على حصة مصر التاريخية، للحفاظ على الأراضي المصرية، ويجنب الدولة طبعا الوقوع في أي معارك تقليدية. فوإحنا بنشير إلى طبعا هذا الملف تحديدا، كل التحية والتقدير للمفاوض المصري اللي عنده صبر وحسن نية في هذا الملف، ومصر أنه يحافظ على كل نقطة من شبر أو كل نقطة من مياه النيل، والحفاظ على مصلحة الوطن وعلى طبعا الشعب المصري.